متابعة ترقب الآن، لا زالت المحاولة قائمة والمتابعة هنا، المتابعة يا الله، ضربة جزاء للفريق العربي للمنتخب العربي المغربي. هنا أيضا نتابع، هنا نتابع اللقاء بعد لمسة يد واضحة واضحة جدا على القائد برونو مينيز. هنا الحكم اللقاء السيد خافير روخاس. هنا أيضا المقابلة ولمسة يد متعمدة واضحة لأيضا اللاعب برونو مينيز الذي يتعمد بأيضا لمسة اليد الواضحة ينال البطاقة الحمراء. المنتخب الأورغوياني يكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد برونو مينيز الذي يستحق البطاقة الحمراء. لاحظ المتابعة، لاحظ أيضا المتابعة لصالح المنتخب المغربي في هذه المقابلة. هنا المتابعة هنا في هذا اللقاء بعد لمسة يد واضحة مع سبق الإصرار والترصد والتعمد ينال البطاقة الحمراء، وبالتالي ضربة جزاء لصالح المنتخب العربي المغربي. ضربة جزاء محمد رباس على تنفيذ ضربة الجزاء، على تنفيذ، هل يضع المنتخب المغربي في المقدمة؟ هل يضع المنتخب المغربي في المقدمة؟ وطرد وبطاقة حمراء لأيضا برونو مينيز. الآن محمد رباس على تنفيذ ضربة الجزاء، ماريو سيلفيرا، ماريو سيلفيرا الآن، محمد رباس، يا المنتخب العربي المغربي محمد رباس يضع المنتخب المغربي في المقدمة. يا سلام يا سلام سلم يا سلام سلم يا الله على محمد رباس، يضع المنتخب المغربي في المقدمة في الدقيقة 30 من احداث شوط المباراة الاول. يضع المغاربة، يضع الفريق والمنتخب المغربي العربي في المقدمة، يضع الامكانيات، يضع التفوق. فريق شاب ممتع حقا حقيقة، يستحق الاشادة. عالية باتجاه المرمى وسط تغطيات جانبية حاضرة وتركيز عالي في حضور بدني وتركيز ذهني عصبي كبير. هذا اللي تحدثت عنه، وهذا اللي كنا نخاف منه إلى الآن. لاحظ لاحظ أيضا الدخول الغير مبرر من ياسين أجاكي. ياسين أجاكي دخول على ماكس مليانو أوريو، ماكس مليانو أوريو الذي يكسب ضربة جزاء في الربع الأخير من هذا اللقاء. على التنفيذ الآن مشاهدينا الكرام رودريغو زلازار، زلازار والمتابعة من فابيان كوتو. هل يعود بأجواء التعادل المنتخب الأورغوياني؟ ضربة جزاء على ياسين إيجاكي، زلازار، رودريغو، في المرمى سجلوها، وفي ضربة الجزاء أخذوها لرودريغو زلازار. يعني يسجل بالتعادل للمنتخب الأورغوياني وسط يعني هفة واضحة لياسين إيجاكي اللي يخطئ في عرقلة اللاعب ماكس مليانو أوريو. ماكس مليانو أوريو هدف لأي من الفريقين؟
هدف لكل من الفريقين. الآن تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 27 من محمد رباس، ونحن نسير على مشارف الدقيقة 70، العشر دقائق المتبقية. متابعة وضربة جزاء، ضربة جزاء بعد لمسة يد على المنتخب المغربي بعدما كان متقدما، لمسة يد وبالتالي ضربة جزاء، ضربة جزاء على بلال زياني. الخطأ الأول، ضربة جزاء على ياسين إيجاكي، هنا لمسة يد واضحة، لكن يبدو لي ضربة يعني لمسة يد ثابتة. هل كانت ثابتة؟ هذا ما سوف يعني ما يقيم حكم اللقاء السيد خافير الروخاس. لمسة يد على بلال زياني، ضربة جزاء ثانية للمنتخب الأوروغوياني بعشر لاعبين المنتخب الأوروغوياني، وبالتالي الآن فابيان دافيليا، فابيان دافيليا على تنفيذ ضربة الجزاء. هل يضع المنتخب الأوروغوياني في المقدمة؟ إلا إذا كان كلام آخر لعبد الرحمن كيرناني. فابيان دافيليا في العشر دقائق المتبقية، فابيان دافيليا والبطاقة الصفراء على حارس المرمى عبد الرحمن كيرناني. حكم اللقاء خافير الرخص، فابيان دافيليا، وعلى التنفيذ دافيليا، سجل الآن المنتخب الأوروغوياني، المنتخب الأوروغوياني يسجل الهدف الثاني بضربة جزاء بنفس السيناريو وبنفس الطريقة عن طريق ضربة جزاء لمنتخب الأوروغواي الذي قلب المباراة رأسا على عقب بعدما كان متأخرا بهدف مقابل لا شيء لصالح المنتخب العربي المغربي. ولكن يعني قلب المباراة منتخب الأوروغواي. الآن قدوم اللاعب يونس الأشهب وقدوم حمزة بوسول. يونس الأشهب يأتي بديلا، تبديلين دفعة واحدة في الثمان دقائق المتبقية بعد خروج اللاعب ياسين إيجاكي. منتخب المغرب وخروج محمد بوزيدي وقدوم اللاعب يونس الأشهب. حمزة بوسول، التبديلات محاولة المنتخب المغربي الذي يحاول الآن في الدقيقة الأخيرة، ويلغى الهدف، يلغى الهدف، لاحظ الإعادة، تمريرة جميلة ولا أروع للاعب المنتخب المغربي اللاعب عبد الواحد وهاب كاد أن يعادل النتيجة، ولكن في صافرة ورية وتسلل، لكن العودة إلى تقنية الفار عن نشأة تغيرات بتقنية ممتازة جدا. تقنية الفار شاهدناه وتابعناه في نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018 قبل
شهري. هنا